السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل متابعينا اللي بيتابعونا دلوقتي على شاشة قناتنا قناة المحور قناة العائلة العربية وبرنامجكم أنا حواء. يوم جديد في شهر رمضان المبارك، ويوم كمان من أيام الحظر، كلنا قاعدين في البيت، كلنا ملمومين قدام التلفزيون بنتابع المسلسلات وبنتابع يعني المقالب وبنتابع حاجات كتيرة جدا. لكن في الحظر ده الحظر عامل معانا شغل جامد جدا في الأكل، كله قاعد قدام التلفزيون، واحنا قاعدين بالتلفزيون نشيل حلويات نحط فاكهة، نشيل فاكهة نحط عصاير، نشيل عصاير وهلم جرب. عايزة أقول لكم إن أكتر مسلسل مكسر الدنيا، أنا أعتقد أنا ما بتفرجش على مسلسلات في رمضان، لكن ما كان ما سمعت مسلسل الاختيار، مسلسل الاختيار يعني مسلسل حلو جدا، بيتكلم عن شهدائنا وبيتكلم عن الشهيد احمد المنسي. عايزه اقول لكم ان الشهيد احمد المنسي حد حلو قوي وكويس قوي، وعندنا احنا كمان شهيد في عائلتنا الشهيد رامي هلال، شهيد الامن الوطني، الشهيد مسمينه فخر الوطن لانه يعني ربنا يرحمه ويتقبله ويتقبل كل شهدائنا. هو لما حصل كده عرفت ان في كل بيت شهيد. انا هتناقش مع ضيفتي اللي منوراني النهارده عن مواضيع كتيره جدا، عن المسلسلات وعن الحظر، وحظر من نوع خاص جدا هتكلم فيه مع ضيفتي النهارده اللي منوراني دكتوره نهال حافظ، ماجستير التغذيه العلاجيه، اللي انا وانتم بنقول لها منوره يا نون. منورة بيك يا ميار، والبقاء لله للشهيد رامي هلال، وان شاء الله تكون اخر الاحزان يا رب يخليكي. وانا عماله اتفرج على المسلسل واختي كمان بتتفرج على المسلسل، كلنا بصراحه فرحانين ان في حد بيعمل قيمه للشهاده. خلينا يعني مش عايزين يعني ندخل في حاجات كتير يمكن خلانا نتفرج والناس تقبل على المسلسلات، ان احنا قاعدين في حظر. طبعا حد قال لي بقى انتوا عندكم حظر من نوع خاص، فانا الكلمه يعني خدتني، قلت احنا قاعدين في الحظر في البيت، ايه نوع الحظر ده غير ان احنا محظورين في البيت؟ قالوا لا ده في حاجه اسمها حظر الدهون. قلت لهم حظر الدهون، الكلمه استفزتني. دخلت على الصفحه واتفرجت على المبادره وقريت المبادره بتاعت حظر الدهون، ايه ده؟ ده شيء عبقري، وازاي الفكره جت لكم، وازاي ان فريق اون تارجت دايما عندهم تالنت وعندهم رؤيه مستقبليه. عايز اسال بقى سؤال مهم جدا، يعني ايه بقى المبادره دي؟ لازم نقولها للناس. انا فهمت، انت قوليها بقى. تمام، مبادره حظر الدهون يا جماعه عشان نشرحها كده ببساطه، طبعا احنا كنا قاعدين في البيت، كلنا عندنا حجر منزلي، عندنا تباعد اجتماعي طول الوقت والليل، قاعدين صبح وليل وظهر وعصر عمالين ناكل إشي بقى، عصير برتقال، عصير مانجا، وعصير موز، والسكريات والكنافة والبسبوسة، ده في رمضان، وقبل رمضان بقى التشيز كيك والشوكليت كيك. فإحنا فكرنا طب إزاي نشغل الناس، إزاي نقدر نخلي الناس تعمل حظر الدهون، فعملنا مبادرة اسمها مبادرة حظر الدهون. إزاي تخس وانت قاعد في البيت من غير ما تتحرك يا ميار، كل ما اللي عليك. أيوة، تدخلين على صفحة اون تارجت فارما. ايوه دي صفحه اون تارجت فارما، او صفحه نهال حافظ، او صفحه الاناسيليوم. ادخلوا واشتركوا معانا في مبادره حظر الدهون ونكملها في رمضان. انا مشترك المبادره دي يا ميار، حققت نجاحات مهوله هايله. انا دخلت يعني انا نزلت في كذا برنامج واتكلمنا عنها كتير، وجبنا حالات بيفور اند افتر، وجبنا كمان حالات من جوه المبادره عشان الناس تبقى عندها اقبال للموضوع. مش دايما بنجيب حالات بيفور اند افتر، لازم الناس تشوف بعينيها، لازم الناس تشوف حالات بدات من بدات من الزيرو، بدا نشوفها من الاول، وبعد كده في النص، وبعد كده في نهايه المبادره. المبادره دي كانت فكرتها ليه؟ عشان نخلي الناس تخس. احنا لو خسينا يا ميار، اول حاجه جسمنا مش هيزيد، اول حاجه مش هنبقى معرضين ان احنا يبقى عندنا سكر وضغط وكوليسترول لا قدر الله. تاني حاجة ان احنا لازم ناكل اكل صحي عشان المناعة. احنا مناعتنا دلوقتي هي سلاحنا، لو حافظنا على المناعة وعلينا المناعة وبقت المناعة قوية، مش هنبقى عندنا عرضة للإصابة بفيروس الكورونا. فاحنا كانت فكرتنا في المبادرة، وانت قاعد في البيت هتخس وانت قاعد في بيتك، مع مبادرة حظر الدهون من شركة اون تارجت فارما. حتى كان عندنا فيديوهات على صفحة اون تارجت فارما. انا كنت لسه هقول لك، انت بتقولي ان المصداقية فلازم نشوف افتر وبيفور. لو يا جماعة الفيديوهات جاهزة معانا من دول، ناس حقيقيين من المبادرة، دول ناس حقيقيين. وطبعا بدأت أول واحدة المبادرة عشان أشجع الناس إن هم يعملوها، وعشان أشجع الناس. أنت كنت مليانة يا نونو؟ لا أنا مش مليانة، بس بشجع الناس. بصي المبادرة مش بس عشان أخس، عشان أحافظ على وزني. يعني أنا ممكن وعلى صحتي، بس أنا ممكن أبقى قاعدة في البيت، قاعدة البيت دي ممكن تخني 6 و7 كيلو. لو أنا حتى جسمي مظبوط، ممكن أدخل من قلة الحركة، من القعدة، من طول الليل والنهار مفيش قدامي غير الأكل. فعشان كده المبادرة دي عشان الناس عاوزة تخس رقم واحد، وعشان الناس اللي عاوزة تحافظ وزنها، عشان ما نطلعش من الحظر يا جماعة نلاقي نفسنا تخنانين 10 كيلو و20
والموضوع يبقى صعب جدا. انا عندي حالات كتير على فكره مش ما كانتش تخينه وخست في وقت الحظر بس. خست؟ سوري تخنت في وقت تخنت في وقت الحظر. فعشان كده بقول لكم يا جماعه مبادره حظر الدهور كلنا نقبل التحدي وندخل في المبادره دي عشان نخس او عشان نحافظ على وزننا. خلينا بقى نشوف الفيديوهات اللي معانا النهارده، يلا نشوفها. مساء الخير عليكم، معاكم خبيره التغذيه نيال حافظ من شركه اون تارجت فارما. اون تارجت فارما عامله مبادره خس وانت قاعد في البيت، مبادره حظر الدهون. انا اول واحده هقبل بالتحدي وهبدا من بكره اعمل دايت، وهبدا من بكره اعمل حظر للدهون، وبعلن التحدي لخلود فؤاد. انا قبلت تحدي شركه اون تارجت فارما، ومن بكره ان شاء الله هعمل حظر للدهون واعمل دايت وهتابع مع دكتور نهال حافظ. ما بتتحداني ان احنا نخس؟ وانا قبلت التحدي وهنبدا من بكره نعمل حظر الدهون مع شركه اون تارجت فارما. ازيكم عاملين ايه؟ انا قررت اقبل التحدي من ايمن عادل وهبدا احارب الدهون مع شركه اون تارجت فارما. دولت بقى احنا بنعمل ايه؟ بيعملوا فيديوهات؟ دول اي حد عاوز يخس يا جماعه يدخل على صفحه اون تارجت فارما او صفحه الاناسيليوم او صفحه نهال حافظ ويقول انا قبلت التحدي في مبادره حظر الدهون، واحنا هندخل معاه في التحدي وهنبدا بقى كخبيرات تغذيه وكدكاتره التغذيه نبدا نساله شويه اسئله يا ميار. ايه الاسئله دي؟ طبعا كلنا عارفين ان انا لازم اعرف الحاله كويس عشان اقدر اشخص الكورس المناسب ليها. احنا بنساله الوزن، الطول، السن، المشاكل الصحيه، النوم مهم جدا، العادات الغذائيه والعادات الغذائيه. طبعا العادات الغذائيه معظمها بيبقى غلط وغلط، يعني غلط في غلط. وعاوز انوه عن حاجه ثانيه يا ميار، ان معظم الناس بتلاقيها بتقولك انا شهيتي مش عاليه قوي بس بموت في السكريات، انا مشكلتي في السكريات وفي الحلويات. انت عارفاني انا عاوزه اقولك بقى ان السكريات دي مصيبه اكتر من الدهون. الدهون ملهاش اي تاثير على هرمونات الجسم، السكريات يا جماعه مجرد ما باخد سكر اي حاجه مسكره بتعلي عندي هرمون اسمه الانسولين، بيبدا يفتح الخلايا الدهنيه ويخزن دهون جديده ويقلل حرق الدهون القديمه. ده بالنسبه للسكريات. ده غير يعني السكريات مضره للدرجه دي؟ مضره اكتر من الدهون. على فكره الدهون بتتخن عادي لكن مش بتاثر على اي هرمونات في الجسم. وعاوز اقول لك على حاجه، السكر كمان فيه مشكله، الناس اللي بتاخد سكريات كتير بيأثر على الكولاجين اللي في البشره، يعني مش بس بتتخني ومش بس بيلعب في الهرمونات وبيفتح خلايا دهنيه وبيخزن دهون، ده كمان هيأثر على بشرتك. السم الابيض. فايوه، فاحنا حتى لو انا مش بقول لك بطاريه، انا بقول لك نقلله، يعني على الاقل نقلل السكر اللي بناخده كل يوم في الشاي والقهوه ونبدا نستبدله بسكر دايت، يعني نبدا نغير العادات بتاعتنا من غير صحيه تبقى عادات صحيه. ده في المبادره بتاعت حظر الدهون؟ ده في المبادره بقى هنعمل ايه؟ هندخل على صفحه، اي صفحه من الصفحات اللي بتظهر على الشاشه او من خلال الارقام او كمان من خلال الاستماره بتاعه اون تارجت فارما. الاستماره دي ممتازه يا ريم. اي حد بيدخل على الاستماره دي اللي بيعمله ان هو بيتسال يعني شويه الاسئله وفي الاخر بيسيب رقمه. احنا كخبيرات تغذيه او دكاتره دايت بندخل نكلمه فون وبنشرح له الحاله بتاعته مناسب معاها ايه، بنرشح له الكورس المناسب ليه، واحلى حاجه يا ميار ان هو بيوصله لحد البيت. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. وبنتابع برده معاه، بنعمل فولو اب او بنتابع معاه كل اسبوع على الواتساب، فدي حاجه برده حلوه جدا. ده حتى الناس اللي هي بتبقى عندها حرق ضعيف بنديها نقط حرق، ده غير ان احنا بنديها نقط حرق ساعات الجسم بيبقى محتاج شويه حركه، بنبدا نقول لك مثلا ممكن تعملي ايه، ممكن تطلعي وتنزلي السلم، ممكن ترقصي رقص شرقي، ممكن تنطي الحبل لو ما عندكيش مثلا خشونه في المفاصل او اي التهابات في المفصل. كل حاله حتى الرياضه احنا ممكن نساعدك تعملي رياضه بس مع الكورس طبعا ومع النظام. طبعا الرياضه بتبقى ناس معينه اللي بتحبها ما فيش اقبال عليها قوي، لان اي حد بيبقى عاوز يخس او اي حد بيبقى شيء عنده مفرطه بيبقى اهم حاجه عنده ان هو يقفل شهيته. يحس حتى بنبدا في مرحله الرياضه دي في اخر مراحل خالص لما يبدا بقى الحرق يتضرر او يبدا يحصل ثبات في الوزن او نبدا ننزل كيلوهات كتير قوي، فبنبقى محتاجين شويه حاجات كده طبيعيه تعلي الحرق مع الكورس. يعني حاجات طبيعيه من انتوا بتدوها للي بيطلب الكورس ولا بتقولوا له عليها هو يستعملها؟ لا بنقول له عليها ان هو يستخدمها زي الرياضه، بنقول له عليها بس دي في المراحل الاخيره. احنا كبدايه كورس يا ميار بنبدا الاول معاه ان احنا نقفل الشهيه، نحرق الدهون، نعلي معدل الحرق.
بعد 3 4 5 شهور لما نبدا نوصل لوزن يا دوبك قربنا للمثالي، بنبقى محتاجين شويه في ترهلات، انا عاوزه اشد المنطقه دي، عاوزه اشد بطني، عاوزه اشد رجلي، عاوزه اشد الارداف او مثلا الكتاف، ببدا اقول لها تمارين الدراعات، ببدا اعمل لها تمارين في البيت، بس ده في المراحل الاخيره اللي هي قبل مرحله التثبيت ولا قبل بعد مرحله التثبيت؟ قبل مرحله التثبيت. احنا معانا الصور نشوفها. اوكي، يا ريت نشوف الصور لو جاهزه معانا. الصور دي بقى بتاعه ايه يا نونو؟ يعني الصور دي، الصور دي بقى حالات خست معانا في المبادره برضو. دي جوجو. جوجو دي عندها 11 سنه، انا اتكلمت عنها في حلقه قبل كده. دي كانت 77 كيلو بقت 65 كيلو. الحلو يا ميار اللي فيها ايه؟ ان جوجو ومامتها وباباها الثلاثه بيخسوا معانا، يعني هم يعني العيله كلها. احنا دايما عندنا كورسات لجميع الحالات، يعني للبنت والولد والاب والام والجد والجده والاطفال. كل واحد الكورس بتاعه مختلف طبعا، الكورسات مختلفه والجرعات مختلفه. ان اول حاجه لا السن واحد ولا الوزن واحد ولا الحرق واحد ولا نوعيات الاكل واحده ولا يعني كل حاجه بتبقى مختلفه، فكل واحد بيبقى ليه كورس مختلف عن التاني. انت قلتي معلومه هايله يا نونو، لانه كل حد يشوفني مثلا يقول لي انت خسيتي، مار خسيتي على ايه؟ او مثلا شافوا نهال خست يقول انت خسيتي على ايه؟ يا جماعه ده اللي انا بقوله، ما ينفعش، لازم تتصلوا بمثلا اللي احنا يعني زي مثلا اون تارجت فارما، تتصلوا بيهم خبرات تغذيه ومتخصصين هيقولوا لكم كل حاجه وهياخدوا منكم معلومات عشان يدوكم الكورس المناسب. عارفه زي ايه يا ميار؟ انت العبايه اللي لابساها ما شاء الله، يعني الله اكبر، قمر عليكي. سلمي، ربنا يخليكي. تمام، انا ممكن لما البسها مش لايقه عليا، ما هو كل جسم وليه العبايه اللي لايقه عليه او الشيب بتاعه. هو زي الموضوع، تيجي تقولي انا عاوزه النظام بتاع صاحبتي، انا عاوزه المنتج بتاع صاحبتي، ما هو اللي ينفع معاكي ما ينفعش مع غيرك. زي اللبس، الستايل اللي ينفع معايا ما ينفعش مع ميار، واللي ينفع مع ميار ما ينفعش معايا. هو نفس الموضوع في النظام، ما ينفعش حد يجي يقولي انا عاوز نظام صاحبتي او عاوز المنتج بتاع صاحبتي، كل واحد وليه الحاجه المناسبه ليه. وممكن حد يكون حب حاجه بس مش جايه مع غيره، يعني حد مثلا بيحب ياخد التابلت مثلا، في حد بيحب ياخد الاكياس بتاعتنا بتاعت السيليوم. في بصي كل واحد وليه الكورس المناسب ليه، بس الحاجه الوحيده اللي فعلا تنفع مع جميع الحالات لان هي حاجه اورجانيك، حتى هي الالياف مش بس عشان التخسيس على فكره، هو بره مصر في الدول المتقدمه زي الهند بيستخدموا السيليوم هاسك ده في علاج، بيظبط نسبه السكر والضغط والكوليسترول، وفي نفس الوقت كمان هو بيحسن حركه الهضم، بيحسن حركه القولون، يعني بيعالج الامساك كتير. فبيستخدموه في حاجات تانية. احنا في مصر عشان احنا ثقافتنا ما ينفعش نجيب حاجه ان احنا نستخدمها يعني انا دلوقتي عاوزه اخس، مش هفكر غير انا اخس، مش هجيب دواء عشان صحتي او عشان انا اهتم بالكوليسترول بتاعي وبالسكر وبالضغط واهتم بان انا ما بنهتمش لما الحاجات دي تتدمر. هم بقى هناك بيهتموا بموضوع الالياف جدا، عشان كده الهند رقم واحد في موضوع الالياف. فالسيليوم هاسك او الالياف الاناسيليوم مش بس للتخسيس، ومش بس ان احنا بنثبت بيها وزننا او بنحافظ بيها على وزننا، دي كمان ليها فوائد كتير جدا غير ان هي بتخسس. ايه القمر ده؟ ايه الانجاز ده؟ دي شيماء برضو من مبادره حظر الدهون، وعلى فكره طلعت معايا حلقه قبل كده ما شاء الله. شيماء من الناس اللي ما كانتش مليانه قوي، بس كان عندها نسبه الدهون عاليه، وده اللي عاوزين نتكلم فيه. بس لا نزلت، لا النزول هي كل ده نازله بالظبط لحد دلوقتي 8 كيلو. هي كانت اول اسبوعين بدات معايا كانت نازله 6 كيلو ونزلت 2 كيلو كمان زياده عن الصوره دي. عاوز اقول لك ان شيماء من الناس اللي هي مش مليانه قوي، بس هي الفكره في نسبه الدهون. انا يا ميار ما يهمنيش انزل كام كيلو على الميزان، الميزان ده كتله عضليه وميه، انا يهمني انزل كام في مقاساتي. المقاسات دي يا جماعه نسبه دهون، حتى دلوقتي في جهاز في الصيدليه اسمه الميزان بتاع نسبه قياس الدهون، الان بادي. الان بادي ده مسته ان هو بيطلع لك الكتله العضليه قد ايه والميه قد ايه ونسبه الدهون قد ايه. احنا بنشتغل في اون تارجت فارما واحنا بنخسسك وانت قاعده في البيت على ان احنا نخسس شكل، نخسس دهون. لما اخسس دهون او انزل دهون او امتص الدهون اللي بجسمك كده بعمل ايه؟ بظبط ضغط وسكر وكوليسترول. الثلاثه لو انا نزلت دهون بس وحافظت على الكتله العضليه، الكتله العضليه دي لما احافظ عليها ميار بحافظ على الحرق. فانا لو نزلت على الميزان كتير قوي واكتشفت ان الكتله العضليه بتاعتي قلت، اعرفي ان انت ماشيه غلط، واعرفي ان انت هيحصل لك انيميا، واعرفي ان انت هيحصل لك شعرك يقع ووشك مصفر. انت عشان تخسي صح يبقى لازم تشتغلي انك تنزلي دهون بس.
انا اللي انت بتقوليه ده معلومه كتير جدا ما يعرفوهاش الناس. فاكره ان انا في حرب بيني وبين بين لا، ما احنا بقى في اون تارجت بنيجي عشان نصحح كل المفاهيم. احنا في اون تارجت بنوصلك للتارجت اللي انت عاوزاه وانت قاعده في البيت. لا، وجميل ان احنا كمان عاملين سلوجن للحلقات بتاعتنا، انت تسال واون تارجت تجيب. انا مش عايزاكم تسالوني، انا مش خبير التغذيه، ارجوكم كل الاسئله انا بجيبها للدكتوره نهال. دي ست واخده ماجستير في التغذيه العلاجيه، مخسسه ربع ستات مصر، محققه نتائج كويسه. كل الاسئله اللي انتوا بتبعتوها لي على صفحتي او صفحه انا حواء او صفحه اون تارجت فارما كلها دكتوره نهال بتهتم جدا ان هي ترد عليها كلها. عشان كده احنا معانا دلوقتي حاله من حالات اون تارجت فارما، معانا كوكي. كوكي كارولين، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا كارولين؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. انت منورانا في انا حواء، وشايفه دكتوره نيال متحمسه لك جدا. قولي لي بقى ايه انجازك مع اون تارجت فارما؟ انا بدايه انا اشتركت في مبادره حظر الدهون. كنت 83 كيلو في الاول، تمام. خسيت اول اسبوعين. يا ريت ننزل صورتها كمان. طب ننزل صوره كوكي لو سمحتوا يا جماعه، اتفضلوا. اها، ايوه كده، وريني بقى. طيب خسيت اول اسبوعين 8 كيلو، تمام. طبعا كان في فرق حلو جدا معايا، ان انا كان عندي اول مشاكل في القولون وكان عندي امساك مزمن، وطبعا كل ده لما اخدت باكيت الاناسيليوم كل ده بصراحه يعني الامساك اتعالج معايا حلو جدا، ما بقاش عندي امساك، ما عندي القولون ارتاح، اتلقيت فيه راحه، يعني الم القولون وكل ده ارتاح معايا. لا، ووشك اتغير كمان يا كارولين، ده لسه الموضوع كمان مختلف تماما، يعني 8 كيلو مبينين الوش مختلف. لا، دي الصوره دي كمان قديمه، ان انا خسيت كمان وصلت لغايه ال 70. ما شاء الله. لا لا لا، 13 كيلو. 13 كيلو في قد ايه بقى؟ عشان يعني اديني باور كده، اديني باور. اول 8 اسبوعين وتاني 5 اسبوعين، يعني كده شهر تقريبا. يعني قدرتي يعني في الاول، مع ان في الاول يقولوا النزول بيبقى سريع في الاول وبعدين بيبقى فيه شويه ثبات، مع الاناسيليوم ما حسيتيش بالموضوع ده. لا بالعكس، انا شايفه ان الاول كان 4 كيلو وبعدين دلوقتي بتقولي لي 5 كيلو في اسبوع. 8 اول اسبوعين. 8 اول اسبوع. انا افتكرت اصل سمعتها اسبوعين. اول اسبوعين 8 يعني 8 و8 ولا 4 و4؟ 8 و5. ما شاء الله ما شاء الله، 8 اول اسبوعين و5 الاسبوعين التانيين. الله. لا يعني بصي، انت كده جسمك بقى امور جدا، وكمان انت بتقولي دي صوره قديمه، يعني لسه في نزل تاني كمان. لسه قديمه. لسه يعني ما شاء الله ما شاء الله. 70 وان شاء الله هوصل لغايه ال 60 يا حبيبتي. يا رب يعني انا عايزاكي ونجيبها معاكي بقى يا ميار. لا لا، ده انت تيجي علشان بصي، اولا انت هتبقي امل لناس كتيره جدا وتحفيز لناس كتيره جدا، وفي نفس الوقت كمان تشجيع للي مش قادر يعمل الخطوه. انت خدتي قرار ازاي طيب يا كارولين؟ دخلتي شفتي مبادره حظر الدهون وخدتي قرار انك تتعاملي مع اون تارجت فارما؟ انا شفتهم على الفيسبوك وقررت ان انا لازم اخس، ان انا حاولت اخس اكتر من مره وبصراحه فشلت. ان انا اخدت كورتيزون وتخنت جدا. ان انا كنت في الاساس مش تخينه. فلا، قررت ودخلت على الصفحه بتاعتهم وتواصلوا معايا واخدت الياف الاناسيليوم، وفي بصراحه متابعه على طول. في اي شكوى من الاناسيليوم؟ يعني حسيتي حاجه معينه؟ حسيتي بغثيان؟ حسيتي انك عصبيه؟ حسيتي باي حاجه الاناسيليوم؟ خالص، بالعكس، ده بالعكس طعمه حلو جدا. ريح بطني، ريح القولون معايا، الامساك اللي انا كنت بشتكي منه دلوقتي انا مش عندي امساك. انا عايزه اقول لك انك لو قلتي لي اي حاجه على الاناسيليوم غير كده ما كنتش هصدقك ان انا مجربه. انا طول الوقت عارفه اللي هو ايه، من بعد الفطار لحد سهرت تجيك اناسيليوم اناسيليوم، مع ان انا مش المفروض اخد كتير كده، بس هو طعمه حلو بصراحه، حاسه انه عصير وانا بسقعه شويه فبيبقى طعمه تحفه. طعمه فعلا حلو جدا. ميرسي، يعني بشرب عصير. ميرسي يا كوكي. واحنا يلا، واحنا شدي حيلك بقى عشان عايزين نجيبك بقى معانا في حلقه، وتكوني بقى كده وصلتي للتارجت اللي انت عايزاه. تمام. احنا بس مش عايزين بقى برضو الوقت يدهمنا زي المره اللي فاتت. هنتكلم عن كوكي، بس لازم تقولي لي العرض، لان كله امبارح كان مبسوط جدا بالعرض اللي انت نزلتيه، وكله يقول لي بجد اخر كلام. هتصل الناس، اتصلت وعرفت ان في مصداقيه للكلام اللي احنا بنقوله. عايزه اقول العرض قبل ما الحلقه تخلص، ما الحقش اقدم العرض. العرض ان احنا مبادره حظر الدهون هيبقى فيه خصم 25%، بس اهم حاجه انكم تدخلوا على الاستماره اللي في صفحه اون تارجت فارما او صفحه الاناسيليوم
او صفحه نهال حافظ وتملوا بياناتكم في الاستماره عشان نعرف نوصل لكم بسرعه ونوصل لكم اسرع، او من خلال على فكره الصفحه عادي، يعني لو مش حابين ان انتوا تواصلوا من خلال الاستماره ممكن من خلال صفحتنا على الفيسبوك او من خلال الارقام، بس الاستماره بتسهل علينا ان احنا مع ضغط المسجات وضغط المكالمات ان احنا نقدر نكلمكم في اخر اليوم او ثاني يوم ونقول لكم ان انتوا ليكم خصم 25% بعد ما تملوا البيانات، وبعد ان شاء الله ما يوصل لكم الكورس هيبقى الكورس واصل بخصم 25%. الحقوا يلا واملوا الاستماره وابداوا معانا في مبادره حظر الدهون. المبادره بقى لها على فكره اكتر من شهر، بس انا حبيت ان انا اعملها تاني في برنامج انا حوا مع ماير ببلاوي، عشان طبعا احنا عارفين بقى رمضان والصيام والاطفال محظورين اصلا والناس محظوره ولقمه القاضي، فاحنا ما شاء الله احنا شعب بنحب الاكل يا ماير. ده انا عملت ام علي. انت بتهزري بس ما همنيش. قلت انا قلت ايه بقى، عملت طاجن ام علي، قلت انا بقى واخده الاناسيليم، قلت والله هاكل بقى ايه، انا اصلا بحبها جدا. لسه خدت معلقه، اني اخد معلقه تاني حسيتي ما هي ايوه بتملى تلتين حجم البعض. يعني انت عامله كل دوت؟ قلت لها لا بصي، يعني ايه الجيران بقى مع بعض، الطبق اللي هو بتاع غسيل الاموال ده اللي احنا بنوزعه. فلو سمحتوا يعني مش عايزه اقول لكم، اول ما تاخدوا الانسيليم الموضوع يختلف جدا، قدرتكم على مقاومه الدهون ومقاومه اغراءات الاكل هتبقى مختلفه تماما. طبعا هو هيملى تلتين حجم المعده، وكمان هيريح زي ما كوكي قالت. كوكي من الناس اللي كان عندها مشاكل قولون، قولون ده تربع الشعب المصري عنده قولون يا جماعه الحمد لله دلوقتي بعد وعندنا امساك، والامساك ده سبب من اسباب ثبات الوزن. فهي من الناس اول حاجه شايتها يعني ليه سبب من اسباب ثبات الوزن؟ لان انت بيبقى عندك سموم في جسمك مش عارفه تطلع. انت عندك سموم في جسمك مش عارفه تطلع، احنا لما بنقعد يومين ثلاثه ما بنعملش حمام بتحسي نفسك جسمك في حاجه غلط، في حاجه عاوز يطلعها مش عارف، وممكن على فكره يعمل لك سخونيه ويعمل لك مشاكل كتير جدا. الامساك من المشاكل اللي انا بواجهها مع الناس كتير قوي. انا مش بقول لكم خدوا ملينات، اعرفوا السبب بتاع الامساك وحلوه احسن بكتير ما تفضلوا تاخدوا ملينات من غير ما تعرفوا السبب الرئيسي. لو كلنا اكل صحي يا جماعه وحسنا موضوع الهضم، هضمنا الاكل كويس وفي نفس الوقت خدنا حاجات تقوي الحمض بتاع المعده مش هيبقى عندنا امساك، ده رقم واحد. والقولون ده الانسيليم الحمد لله بيحل مشكله القولون، لان هو بياخد كل الفضلات اللي في القولون وبيطردها عن طريق التولت بطريقه سهله ومبسطه ومن غير تقلصات في المعده. كمان كوكي من الناس اللي كانت واخده كورتيزون، فالشهيه هي اصلا كانت 50 كيلو. الكورتيزون دي لفتت فكره، كانت 50 كيلو وتخنت كل ده بسبب الكورتيزون، كانت واخداه بسبب عندها مشاكل اسريه، يعني ما بحبش اذكرها عشان هي مش من الناس اللي ما بتحبش تذكرها معايا وطلعت معايا حلقه قبل كده وما ذكرتهاش برده. فهي كانت واخده كورتيزون كتير قوي، خلى جسمها يوصل من 50 كيلو يبقى 83 كيلو، بقت الشهيه عندها مفرطه، بتقولي عندها عندها من فوق جسمها من فوق عريض قوي ومليان، وعندها تنيات في الظهر. التنيات دي بيبقى سببها اصلا القعده الغلط. يعني احنا غير ان يعني كده كده دهون البطن بيبقى اكل مثلا سكريات شرب مياه غازيه، انما التنيات اللي في ظهرها بتبقى قاعده طول الوقت على كرسي كتير قوي وقاعده قاعده غلط. فكوكي كانت عندها مشكله شهيه، مشكله قولون، مشكله امساك. الحمد لله الانسيليم قدر يحل الثلاث حاجات دي يا ميار، قدر ان احنا نسيطر على الشهيه بتاعتها نملى تلتين حجم المعده، قدرنا ان احنا نحل مشكله الامساك، وقدرنا ان احنا نحل مشكله القولون. معنا دلوقتي بديها كمان نقط حرق، النقط دي بتقوي عندها حمض المعده عشان موضوع اللي هو يحسن عندها حركه الهضم وان هو يقوي عندها او ينشط عندها الامعاء. هو معروف ان الالياف علاج لل طبعا للامساك والقولون، يعني دايما الناس تقول لك كل حاجه فيها الياف هي ده ملين طبيعي، فما بالك بقى عاوزين اكتر من كده ايه؟ عاوزين الياف بتشبع وبتمتص الدهون، هتظبط الضغط والكوليسترول والسكر، وهتعالج الامساك وهتريح القولون، وكل ده هيوصلك وانت قاعده في البيت يا جماعه. طبعا عاوزين اكتر من كده. مش هندلعكوا اكتر من كده، احنا دلعناكوا كده كتير يا جماعه، الدلع كده زاد يعني دلعتوا جدا. عايزه اقول لك بقى ان انت كنت في حلقه شفتك انت والدكتوره ايه كنت بتتكلمي عن حاجه اسمها المورينجا، ايه المورينجا ده؟ المورينجا دي اعشاب انا بسميها اختراع. المورينجا دي من الحاجات يا ميار، اول حاجه العشب ده موجود بره مصر في الهند برضو الحمد لله، الهند جايبه لنا كل الاعشاب وهم خاسين وبنشوفهم في الافلام. المورينجا ده اول حاجه هو العشب رقم واحد في تقويه المناعه، تمام؟ ده اول حاجه هو بيعملها. في كميه معادن وفيتامينات لو قعدت اتكلم عليها من هنا للسنه الجايه مش هخلص. اول حاجه فيها الاوميجا 3
فيها الأوميجا 6، فيها فيتامين سي، فيها فيتامين بي، فيها فيتامين اي، فيها فيتامين اي، فيها معادن زي الكالسيوم والزنك والحديد، كل ده موجود في المورينجا. فالمورينجا ده هيقوي المناعه، المورينجا ده هيعالج الانيميا، المورينجا ده مضاد للالتهابات ومضاد للفيروسات. المورينجا ده اول حاجه من المشروبات اللي لو خدتيها مع كورس الاناسيليوم هي ما فيهاش سعرات عاليه، مش تابلت. ده مشروب، فده من الحاجات اللي هي ما فيهاش سعرات، فانت مهما خدتيها طبعا من غير سكر بتاخديها، هي بتاخدي حاجه سعراتها قليله، ليها فوائد كتير جدا. دايما واحنا بنخس بنبقى خايفين ان جسمنا يفقد فيتامينات ومعادن، فالمورينجا دي فيها جميع الفيتامينات والمعادن، فوانت بتخسي مش هتحسي ان انت فاقده اي حاجه، ده انت هتحسي ان انت بتخسي وانت وشك كده منور. ياه ده دايما احنا اكتر من حاجه يقول لك بس دي عامله دايت فوشها واقع وشها ساقط، ده عشان انت بيبقى جسمك ناقص فيتامينات وبتعمليه غلط. انت لو بتاكلي اكل صحي يا ميار وماشي على الاكل الصحي من غير حرمان، انت عمرك ما يحصل لك ان وشك يبقى اصفر. او احنا مشكلتنا في مصر عموما ان احنا عندنا مشكله في ان احنا نمشي على نظام صحي على طول، احنا بنمشي عشان نخس فبنعمل دايت، بنسيب الدايت بنرجع لعاداتنا الغذائيه الغلط. بصي انا عندي مامتي وجهه نظرها عن الدايت ان تعملي طاجن عكاوي مع رز وشوربه. يعني ماما انا بدات الدايت، ايوه ما هو ده ما فيهوش حاجه، ده بس خدي بقى المحشي قد كده فظيعه. فانا انت عارفه كم ام من الامهات بتفكر بنفس الكونسبت ده؟ هي سمنه الاطفال كلها سببها اصلا عدم وعي الام عموما، فالامهات كده يعني عاوزينهم كده يبقوا مهتمين بينا. هو الحنان مش الاكل، الحنان ان احنا ناكل اكل بس يبقى صحي بس ونحافظ على جسمنا فيه. طيب زي ما انت بتقولي كده يعني الاناسيليوم بيتشرب طعمه اناناس، طعمه حلو زي العصير، وكمان المورينجا بيتشرب. يعني دي عصاير، بدل ما احنا بنيجي على الفطار نشرب كل العصاير المش صحيه اللي فيها صبغات والوان صناعيه، المشروبين دولت بيفرقوا معانا. بصي يا ميار احنا عدينا اول اسبوع من رمضان، احنا عاوزين بقى نقول لكم ان احنا خلاص بقى لنا شهر ونص قاعدين في الحظر، وعدينا اول اسبوع من رمضان وبقى لنا شهر ونص قاعدين بناكل. طيب الحل ايه؟ انا هقول لكم على حل في رمضان هيخسسكم في الثلاث اسابيع الجايه ان شاء الله. ستارت من 5 كيلو وانت طالع، الحقيني بيه الحقيني. اول حاجه فنكسر صيامنا بثلاث تمرات، لان الجسم بيبقى بقاله 16 ساعه صايم، فبقى محتاج تحس ان انت في اخر ساعتين صيام كده مدروخه، تحس انت مركز. عندك صداع مش مركزه. فبتاخدي التمر ده بيظبط الدنيا، سكريات سعراتها قليله، التمرين الواحده بيبقى فيه 15 سعر، فالثلاثه هيبقى فيهم 45 سعر، ناخدهم اول ما المدفع يضرب. بعد كده ناخد الاناسيليوم على نص كوبايه ميه ونشرب بعديه كوبايتين ميه. طيب. بعد كده نروح نصلي ونرجع ناكل الاكل اللي موجود. الاكل ده هتاكلي منه حاجات قليله قوي عشان اوريدي المعده عندك فل. تشربي الشاي والقهوه بعد الفطار بساعه، تاخدي الحلويات. شاي اخضر بقى احسن، شاي اخضر او قهوه للناس اللي بتحبها. بعد الفطار بثلاث ساعات ناخد الحلويات، الحلويات بسبوسه او كنافه، ليكوا يومين في الاسبوع تبقى قطعه كده. لو عاوزين قطايف او سمبوسه او لقمه القاضي هناخد، ما ينفعش ناخدهم هما التلاته مع بعض، هناخد كل حاجه في يوم لوحده، وهتبقى قطعتين 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 في كل يوم. نيجي الساعه 12 نشرب التمر مع اللبن او تمر مع قهوه او جنزبيل او المورينجا، تمام؟ اي مشروب احنا عاوزينه نشربه الساعه 12. نيجي بقى على السحور نتسحر، ممكن نتسحر بيض، بيضتين مسلوقين او فول او جبنه او الزبادي بالليمون، والزبادي طبعا ده لازم على السحور، ومع مثلا بطيخ سلايس كده بطيخ، او ممكن ناخد علبه تونه. ده كله بديكوا افكار، ده مش لازم يعني، بقول لكم حاجه من الحاجات دي. فكده انت خدتي خمس حاجات، خمس وجبات تقريبا، فده المفروض نمشي عليه كل طول رمضان لو مشينا على الموضوع ده. وطبعا نشرب ميه كل ساعه كوبايتين ميه. انا عايزه اقول لك انك قلتي ما شاء الله النهارده كميه معلومات وكميه نصايح وحاجات مفيده فوق، يعني انا حاسه ان انت اديتينا كل الماجستير بتاعك اديتيه للناس يا نور. لا والله عاوز اخسسهم، بس انا همي بس عارفة. نفسي الناس تخس بجد عشان صحتها مش اكتر. انا عارفه والله، انا عارفه، انا يعني كنت سعيده جدا النهارده فعلا بالحلقه، الحلقه كانت ثريه جدا مفيده لكل الناس اللي بيشوفوها. مبادره حظر الدهون شيء عبقري جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انا مبسوطه جدا بوجودك معايا النهارده يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، شرفتيني ونورتيني. دكتوره نهال حافظ ماجستير التغذيه الغذائيه، واون تارجت فارما دايما معاهم تحققوا التارجت. انا النهارده خلصت كلامي عن الرشاقه وعن التجميل، وبتمنى لكل حوا بتشوفنا ان هي على طول تبقى اون تارجت. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.